الحكومه ملي جات ما جاتش بالفكره ديال انها تدبر الحياه اليوميه للمغاربه، جات بمشروع تغيير الحياه اليوميه للمغاربه. ابتداء من سبتمبر اللي جاي المغاربه غادي يبداو يشوفوا النتائج ديال هذا العمل، اولا بعد على المنظومه ديال الصحه غادي يبدا يبان اليوم، لان غيكون التعميم والسنه المواليه مباشره غيكون التعميم ديال التعويضات العائليه المغاربه غادي يبداو يحسوا بها. كاين غادي تكون عنده استراتيجيه وهي مفهومه ديال خلق نوع من الشطنه بالنسبه للحكومه لتشتيت الانتباه ديالها والتركيز ديالها، باش ما تكونش مركزه على تنزيل ما هو في البرنامج الحكومي ديالها. المغاربه عندهم مازال الثقه في هذه الحكومه، المغاربه مقلقين، المغاربه مقلقين من الغلاء، المغاربه باغيين ان هذا الغلاء يحيد، وباغيين يمارسوا ضغط على الحكومه باش دير تزيد في المجهود ديالها للتخفيف من هذا الغلاء، وهذا حق ديال المواطنين. اولا هذه الحكومه هذه النهار اللي جات حامله واحد المشروع مجتمعي اللي هو كبير، اللي مبني على اصلاح المنظومه ديال الصحه واصلاح المنظومه ديال التعليم، خلق فرص ديال الشغل لامتصاص البطاله عبر واحد الميثاق جديد ديال الاستثمار، تمكين بالنسبه للمراه اقتصاديا، وتحديث الإدارة عبر الرقمنة. هذا طموح كبير، ولكن هو جاء استجابة للتوجيهات اللي كان عطاها صاحب الجلالة في الخطاب ديالو في 2001، اللي نادى بإخراج واحد النظام ديال التغطية الصحية التغطية الاجتماعية، واللي ذكر به كذلك في عيد العرش ديال 2020، وكذلك فالدخول السياسي في البرلمان في اكتوبر 2020، دائما يعني التذكير بالحاجه بالتسريع باخراج التغطيه الاجتماعيه والتعميم ديالها للمواطنين. اذا الحكومه ملي جات ما جاتش بالفكره ديال انها تدبر الحياه اليوميه للمغاربه، جات بمشروع تغيير الحياه اليوميه للمغاربه، وهذا التغيير هذا غادي يكون عميق، لانه قلت الاسس ديال اللي هي كانت في البرنامج الحكومي، وبطبيعه الحال غادي يتطلب واحد الوقيته واحد الوقت اللي يدار فيه اخراج واحد مجموعه ديال القوانين. ما نساوش بلي راه 3 شهور الاولى مشات غير في المراسم ديال تحديد الصلاحيات ديال الوزراء ديال الوزارات، ومن بعد كان الاشتغال على اخراج اولا بعد سميتو القانون الاطار ديال الصحه، راه داز مؤخرا في المجلس الوزاري اللي ترسو صاحب الجلاله، وكذلك تم الاعداد بواحد الشكل اللي هو سريع بعد واحد اكثر من 60 مشروع ديال الميثاق ديال الجديد للاستثمار في هذه 10 سنين الاخيره، دونك تم الاخراج ديالو وتم المصادقه عليه في المجلس الوزاري. وفي البدايه ديال الدخول السياسي القادم سبتمبر اكتوبر السيد وزير التعليم غادي يدير ريستيتوي الخلاصات ديال الحوار ديالو مع النقابات ومع الشركاء الاجتماعيين والمتدخلين في الميدان ديال التعليم لاعداد البرنامج ديال اصلاح المنظومه ديال التعليم. اذا هاد المده هذه راه اشتغلت فيها الحكومه بواحد الايقاع اللي هو جد مرتفع، اللي هو نتيجه طبيعيه للطبيعه ديال الشخص اللي هو على رئاسه ديال الحكومه، اللي جدي وعملي ويلتزم بالمواعيد بدقه. هذا صحي، لانه لو انه ما تكونش هذه المعارضه وما يكونش هذا الاحتجاج، يعني راه حنا كاينين في امه اللي هي غير حيه، وهذا ماشي صحيح. المغرب
أمة عارقة وأمة حية والمجتمع يعني حيوي ويتفاعل. بالنسبة للمعارضة هذا شيء طبيعي، هذا هو الدور ديالها ومن المسؤولية ديالها أنها تنبه الحكومة الاختلالات اللي كاينين ولا الدفع للتسريع لبعض ديال المشاريع، إذن هي في المهمة اللي هي ديالتها. تبقى كما كان الحال أنه كل غادي تكون عنده استراتيجية وهي مفهومة ديال خلق نوع من الشطنة بالنسبة للحكومة لتشتيت الانتباه ديالها والتركيز ديالها باش ما تكونش مركزة على تنزيل ما هو في البرنامج الحكومي ديالها. لأننا ما نساوش هاد الأشياء اللي كاينة في البرنامج الحكومي اللي ذكرتها اللي هي إصلاح المنظومة ديال الصحة ونهضروا عليها وديال التعليم والاستثمار، هادو راه يعني خاص يكون عندك حكومة قوية، حكومة متحدة، حكومة ملتزمة، ورئاسة ديال الحكومة اللي عندها حكامة جديدة لتدبير الشأن الحكومي واللي كتنخرط مع جميع الوزراء وتدعمهم سياسيا وحكوميا باش يسرعوا في تفعيل البرامج ديالهم. ولكن الحكومة تنظن راها، وهذا اللي تيشوفوه الناس على أنه بحال إلا نوع من الصمت، هو نوع ديال التركيز في الحقيقة، يعني ما مشاتش مع محاولة ديال تشتيت الانتباه والجر إلى نقاشات اللي هي فارغة. ركزت الحكومة على إنجاز الأرضية القانونية باستعجال، منها مثلا إخراج 22 مرسوم ديال التغطية الاجتماعية اللي غادي تعمم في هاد 2022، يعني من النهاية ديال السنة جميع المغاربة غادي تكون عندهم التغطية الاجتماعية ديالتهم، وفي السنة الموالية غادي يكون جميع التعميم ديال التعويضات العائلية، يعني 7 الملايين ديال الأطفال و 3 الملايين ديال العائلات غادي يستفدوا منها، وفي حدود 2025 غادي يكون تعميم يعني التقاعد بالنسبة لكاع الأشخاص اللي هما نشيطين في ميدان ديال العمل. هو كاين اساليب ديال الاشتغال، والرجل هو الاسلوب. كاين اسلوب مثلا ديال دير مبادرات شعبويه لاثاره شويه ديال الاهتمام واستغلال الظرفيه، وشفناها فيما سبق، ولكن عطات نتائج اللي هي وخيمه على البلاد اليوم. مثلا في النهاية ديال الولاية ديال الحكومة يعني الأولى من بعد دستور 2011، شفنا العملية ديال التوظيف ديال الأساتذة المتعاقدين في شهر 5-6، يعني شهرين 3 شهور قبل من الانتخابات اللي جات التشريعية اللي جات من بعد. واضح بلي راه كان واحد التوظيف سياسي تما، ولكن هذه العمليه هذه بدون ما يداروا لها الضوابط ديالها اللي تحمي الكرامه ديال هذوك الاساتذه والحقوق ديالهم في الحدود الدنيا ديالها، واللي تحمي الكرامه ديالهم كانت اللي كيشتغلوا في الاداره وكيقريو ولاد ديال الشاب، يعني انطلقنا في واحد العمليه اللي اليوم كنشوفوا الاثار ديالها بالخصوص على الابناء ديال الشعب اللي كيدعوا في الدراسه ديالهم. هذا خديته كمثال، نعطي مثال اخر. الدولة عندها إشكال ديال الأموال اللي كتمشي في صندوق ديال المقاصات، تم تحرير مواد من صندوق ديال المقاصات بلا ما يتخذوا تدابير الاحترازية، والنتيجة ديالتها رغم يعني ما قيل أنه الناس اليوم تيحسوا بلي راه كاين طبقة السفلى راها ضيعة. هنا كان خاص يكون توجيه ديال واحد الدين لهذه الطبقات الهشه باش ما تكونش متضرره. اذا كاين هذا الاسلوب ديال العمل، كاين اسلوب اخر ديال الاشتغال، وهو الانسان يكون عنده برنامج وتصور متكامل ويوجد ليه ارضيه قانونيه ديالو، وبالخصوص يوجد ليه الموارد المالية، يعني يوجد له التمويل ديالو ولا الصياغ والطرق المبتكره للتمويل ديالو باش يضمن له الاستمراريه. نعطيك مثال،
في يعني الولايات اللي دازوا كان البرنامج ديال رميد يعني مساعده الاجتماعيه ولا الطبيه للطبقات اللي هي ضعيفه، ولكن هذه العمليه هذه خلقت مشكله اخرى، لان في اخر المطاف المستشفيات ما تلقاوش المقابل ديال الخدمات اللي كيديروا هذاك الصندوق، ما كيخلصش الخدمات اللي كيقدم للحاملين البطاقات ديال الرميد، وفي نفس الوقت الخدمات ديال المستشفى العموميه غاديه وكتنزل. ولا خديتي الواقع الحال هو انه عندك طبقه ديال الماجورين وطبقه ديال الموظفين اللي عندهم التامين ديالهم، وجينا خلقنا واحد صندوق ديال الرميد للطبقه اللي هي ضعيفه، وبيناتهم كاينه طبقه اخرى اللي عندها المدخول ديالها ولكن ما مهيكلاش. اذا واحد العدد فيها غير لقى راسو ما يمكنش ليه ينخرط في الضمان الاجتماعي لان القوانين ما كتسمعش، ما يمكنش ليه يدير تامين صحي بوحدو عند شركه ديال التامين غيتقام عليه غالي، كيضطر انه يمشي يدخل حتى هو ولا يدخل راسو في هذه الفئه. وفي اخر المطاف هذا البرنامج هذا وصل للفشل ديالو اللي المغاربه كله كيشوفوه. اليوم عندك تصور اخر اللي هو متكامل، يعني القطاع ديال الصحه يتم الاصلاح ديالو في الشموليه ديالته على مستوى ديال الحكامه، غادي تكون واحد السلطه عليا للصحه اللي هي اللي غتضبط السياسات العموميه في الميدان ديال الصحه ما وراء يعني فوق من الحكومات وفوق من الاحزاب، ويضمن لها واحد الاستمراريه في سنوات اللي هي طويله. غادي يتم يعني العنايه بالموارد البشريه، يعني مثلا غادي اليوم كاين عندنا واحد 17 سميتهم مهني ديال الصحه، مهني ديال الصحه لكل 10000 مواطن. في من هنا للنهايه ديال 2025 غادي يعني البرنامج ديال الحكومه ان هذا العدد هذا يتضاعف ب 1.5 ويولي 24 مهني الصحه لكل 10000 مواطن. وفي الخمس سنوات اللي موراها يعني في حدود 2030 غادي تضرب على ثلاثة ديال المرات، يولي عندك يعني 45 مهني ديال الصحة لكل 10000 مواطن. كذلك غادي يتم يعني مضاعفة العدد ديال الخريجين مرتين ديال الكليات ديال الصحة، يعني ديال الأطباء، كليات ديال الصحة وديال الطب وديال الصيدلة وديال طب الاسنان. وغادي يتم مضاعفه ثلاث مرات العدد ديال الخريجين ديال المعاهد العليا لتكوين هاد المهنيين ديال الصحه. ومن جهه اخرى سيتم لان هادو الموارد البشريه يجب التحفيز ديالها، اذا غادي تكون واحد القانون ديال الوظيفه ديال الصحه، يعني ديال العاملين في القطاع ديال الصحه اللي غيكون فيها تحفيز لهاد الموارد البشريه اللي غتولي تحبب انها تخدم في القطاع العمومي على انها تمشي تخدم في القطاع الخصوصي. وكذلك على مستوى ديال الوزاره هادشي معمول كان، غادي تخلق واحد المديريه خاصه بسميتو بالقطاع الخاص في الصحه، لان في السنوات اللي فاتت القطاع ديال الخاص ما كانش مدمج في السياسه العموميه ديال الصحه، كان معزول على الخريطه الصحيه اللي فيها غير الصحه العموميه. الان غادي يتم الادماج ديالهم في هاد الخريطه الصحيه ديال الصعيد الوطني، وغتكون مديريه اللي غتتبع القطاع الخاص ديال الصحه. كذلك سيتم احداث ثلاثه ديال لي سي اش مراكز الاستشفاء الجامعي، واحد في الرشيديه، واحد في بني ملال، وواحد في قلميم، باش غيولي عندنا تقريبا غطينا جميع الجهات، علما انه الجهه ديال الصحراء راه عندهم سميتو مستشفى جامعي وكليه في العيون. الى تخيلنا هذا الشيء اش اللي غادي يكون النتيجه ديالته؟ النتيجه ديالته انه منظومه ديال الصحه اللي اليوم يعني الدراسات اللي كاينين وكما قال السيد الوزير ديال الصحه عارفين بلي راه التغطيه ديال المصاريف ديال الصحه الكلفه ديالتها ما بعد ما تتحمله التامين ولا الضمان الاجتماعي راه 50% ديالو يتحمله المواطنين، وانه هذيك ال 50% الغالبيه ديال هذاك المصروف كيمشي في النقل وفي التغذيه ماشي حتى في شراء الادوات ديال الادويه، والهدف انه يتقلص هذا ما يتحمله المواطن من الكلفه ديال الصحه الى اقل من 25. اذا كاين واحد التصور متكامل
اللي فيه الحكمة، اللي فيه الموارد، العناية بالموارد البشرية، اللي فيه سميتو تكوين ديال الأطر والعاملين في القطاع ديال الصحة والرفع من العدد ديالهم، واللي فيه كذلك تجهيزات والبنيات بالإحداث ديال البنيات الجديدة وإصلاح ما يفوق 1400 مركز صحي على مستوى الصعيد الوطني خلال هاد الولاية. هو اللي جديد في الحقيقة هو أنه هاد الحكومة داكشي اللي غدير دارته في البرنامج الحكومي، واختارت أنه كالاختيار والوخا في هذيك الوقت كان يعني تصورات مختلفة أنها تكون مكونة من ثلاثة ديال الأحزاب اللي جات متصدرة للانتخابات، وكذلك هذه الأحزاب أنها هي اللي شكلت الأغلبية على مستوى ديال الجهات، لأنه الجهات غيكون عندهم واحد الدور مهم في إنجاح هذا البرنامج ديال إصلاح المنظومة ديال الصحة بدفع يعني المكونات اللي كاينه في الجهه بالانخراط في العمليه ديال الضمان الاجتماعي، وكذلك لان غيكون عندها مساهمات كذلك ماليه للتغطيه على التمويل ديال الطبقات الهشه اللي غادي يتم الادماج ديالها في هذا النظام ديال التغطيه الصحيه في هذا الثلث الاخير من الربع الاخير عفوا من هاد السنه، على اساس انه هاد الفئه راه غادي يبقاو عندها جميع اللي ذكي، جميع المكتسبات اللي كان عندها بالبطاقه ديال الرميد، بل اكثر من ذلك غيولي عندها مكتسبات احسن، لانها غتلقى علاجات وخدمات بحال الاجراء، بحال دوك اللي خدامين في المعامل ولا خدامين في الشركات، ولا هذا المكسب اللي هو كبير بالنسبه للمغاربة. دوك الحكومة البرنامج ديالها واقعي مبني على توجيهات اللي صاحب الجلالة دائما تيقولها من خطاب ديال 2001 وعاود كررها في خطاب ديال 2020 ديال عيد العرش، وقالها قبل سنة قبل من الانتخابات. كاين أحزاب اللي التقطوا هاد التوجيهات هادي وبلوروها في الواقع وفي البرامج، وداروا في البرامج ديالهم السياسية الانتخابية وتفاعلوا معهم المواطنين اللي منهم الحزب ديال التجمع الوطني الأحرار بكثافة، ودمجوهم في البرنامج الحكومي ديالهم وحضر على الأغلبية في البرنامج. اليوم عندنا حكومة متراصة، وبالخصوص عندنا رئيس حكومة حريص جدا على الوقت بالفصلة، لا يضيع الوقت نهائيا. لا، لسبب بسيط هو أنه الأغلبية الحكومة كتشتغل في ظروف مخالفة للظروف اللي كانت كتشتغل فيها الحكومات. أرجعوا الولاية اللي فاتت والولاية اللي قبل منها مثلا، غادي تلقى أنه رئيس الحكومة كان كيدعم ولا كيشتغل ولا كي هذا الوزراء اللي منتمي للحزب ديالو أو اللي قراب ليه. الوزراء الآخرين كان واحد النوع ديال التهميج ديالهم اللي كانوا حتى الوزراء ديالنا ضحية ديالها. اليوم الى شفتوا الطريقه ديال التعامل وديال التصرف ديال السيد رئيس الحكومه عزيز قنوش، راه ينخرط شخصيا فيما يقوم به الوزراء ديالهم، وتيقدم بالحضور ديالو في الوقت ديال التوقيع على الاتفاقيات اللي كيتنجوا في مختلف الوزارات، بالحضور ديالو كيعبر على واحد الدعم حكومي واحد الدعم سياسي. راه داز في واحد العدد ديال المحطات ونعطي اشاره ديالتها، راه الاتفاقيه الاخيره اللي كانت مع النقابات ديال الحوار الاجتماعي راه كان مشرف عليها شخصيا الوزير الوصيره ديال الخدمه ديالته، ومشرف عليها شخصيا المتتبع، وكان حاضر في التوقيع على الاتفاقيه، يعني واحد النوع ديال الضمانه ديال الرئاسه ديال الحكومه. وكذلك في ما يتعلق بسميتو بالتغطيه، تعميم التغطيه الصحيه مسؤوليات ديال وزراء اخرين، ولكن السيد رئيس الحكومه يعني صاهر ويشتغل بشكل متواصل مع السيد وزير ديال الصحه اللي قايم بواحد العمل اللي هو جبر. كذلك راه لاحظتوا التوقيع على الاتفاقيه مثلا ديال توظيف
واحد 300 ديال المساعدين الاجتماعيين اللي فيهم ثلثين يكونوا ناطقين باللغه الامازيغيه. وتوقع الاتفاقية وكان حاضر حوقها السيد وزير العدل وكان حاضر فيها السيد رئيس الحكومة. ونزيدك أكثر، اليوم السيد رئيس السيد وزير العدل يقوم بواحد العمل اللي هو جبار في الميدان ديال التشريع ديال سميتو في الوزارة ديال العدل، القانون ديال المسطرة الجنائية، القانون الجنائي راه منتهي، والقانون الجنائي في الطريق، وفي هذه المسائل كلها راه هو متأكد وعارف أنه عنده الدعم الكامل ديال الرئاسة ديال الحكومة، لأنه في آخر المطاف كل شيء عارف اللي راه نجاح الحكومة، نجاح الحكومة هو نجاح للجميع، وكذلك الجميع عارف اللي راه ما عندناش الحق في الخطأ. صاحب الجلالة ينتظر إنجازات في هذه الولاية هذه بما تم في البرنامج الحكومي، هو كيتسنى من 2001 وذكر بها كي قلت في 2020، واليوم الحكومه جايه باش تنفذ هذا الشيء. وكذلك بالخصوص الشعب المغربي ينتظر بفارغ الصبر ان هذه الانجازات هادو يخرجوا لعين الارض الواقع. وكنظن هذا الوعي ديال المغاربه باللي راه كاين عمل اللي كيدار هو اللي مطص واحد المجموعه ديال الاشكال ديال القلق ولا ديال الغضب اللي كاين عند الناس من الغلاء ديال الاسعار اللي هو في الجزء الكبير ديالو، والتضخم اللي في الجزء ديال الكبير ديالو مستورد. النتائج الجزئيه راها في الحقيقه درس، وغادي نعطيها بالمقابل ديال النتائج الجزئيه اللي كانت دازت بعد الانتخابات ما قبل الاخيره. الوغ في هذاك الوقت بدات الانتخابات الجزئيه الاولى في اكادير، انزكان، سيدي فني، تارودانت، سيدي فني، المضيق، وكذلك وهاد المحطات كلهم الغالبيه ديالهم يعني حزب التجمع الوطني الاحرار بدءا من اكادير ربح هذوك الانتخابات. اذا كانت وانطلاق لواحد الديناميكيه اللي عبروا عليها المغاربه انهم ما راضينش على الحصيله اللي كانت دازت. اليوم هاد الانتخابات هادو في التوقيت ديالهم راكم لاحظتوا الاطراف الاخرى، النوعيه ديال الحمله اللي كانت دارت على الحزب، على المرشحين ديال الحزب، على الشخص ديال الرئيس ديال الحكومه. الا لاحظتوا حنا في حزب التجمع الوطني الاحرار ما كنتعرضوش للاشخاص، نناقشوا برامج، نناقشوا الافكار، نناقشوا السياسات، نناقش التوجه ديال القيادات، ولكن لا نتعرضوا للاشخاص. للاسف غادي المغاربه لاحظوا انه قبل الانتخابات التشريعيه اللي دازت كان يعني قياده سياسيه يعني خرجت بواحد اللايف اللي فيه ما لا يذكر ولا يعد ولا يحصى من القذف والتهجم. والمغاربه جاوبوا عليها من بعد، اعطوا الحزب التجمع الوطني الاحرار المرتبه الاولى. قبل الانتخابات الاخيره كان واحد الهجوم على حزب التجمع الوطني الاحرار، وتوظف الدور في العام ديال الغلاء اللي هو كاين، وكل واحد يعني متضرر، الجميع متضرر من الغلاء. ولكن المغاربه واعيين انه مستورد، وانه الدوله والحكومه يعني دايره واحد المجهود كبير باش الطبقات الضعيفه ما يتضروش. كان دعم سميتو الوسائل النقل ديال الافراد والوسائل ديال النقل المهني ديال النقل ديال السلع، لا سياره الاجره ولا النقل ديال الاشخاص ولا النقل ديال البضائع، لانه المواطنين الصغار تيمشوا في هذه الوسائل ديال النقل ما تزادش عليهم الكلفه. وكان كذلك الدعم استمر نفس الدعم سميتو الكهرباء باش ما تزادش، الماء باش ما يتزادش، سميتو القنينه ديال الغاز اللي الكلفه ديالتها كيعرفوا المغاربه 140 درهم وكياخذوها ب 40 درهم، اذا 100 درهم لصندوق البقاصه. هذا صندوق البقاصه اللي الاموال اللي كتمشي ليه تضاعفات من 16 مليار درهم ل 32 مليار درهم، اللي هي واحد الكلفه اللي كبيره. دونك كاين واحد المجهود، ومازال جاي مجهود اخر اللي غادي يكون راه في القانون المالي، مشروع القانون المالي، راه السيد وزير الميزانيه السي القجع ذكرها في البرلمان، انه الحكومه راه تتفكر باش تخفض من الضريبه على الدخل بالنسبه للطبقه الوسطى والطبقه اللي هي عندها دخل اللي هي ضعيف.
باش هذاك الشيء غادي يكون عنده أثر على الدخل الصافي، يعني غادي يتحسن، وفي نفس الوقت غادي يكون رفع من الضريبة على الدخل لأصحاب الدخل المرتفع، وغادي يكون كذلك ضريبة جديدة تضامنية على الشركات اللي عندها أرباح كثيرة في القطاع ديال الأبناك، القطاع ديال التأمين، القطاع ديال الإسمنت، القطاع ديال المحروقات. هاد الهجومات كي قلت خلت المغاربة تحسوا بلي راه كاين اللي بغى يشتغل وكاين اللي بغى يهرس هذاك الاشتغال عبر وسائل ديال القذف في اخر المطاف. ونجات النتيجه ديال الانتخابات اللي وضحت هذا الشيء، لانه في الحسيمه الحزب اللي كان ترشح يعني اللي كان يعني كيعتبر التجمع الوطني الاحرار هو السبب ديال الفشل ديالو، ولوك ماشي التجمع الوطني الاحرار اللي صوت المغاربه اللي صوتوا، راه في الحسيمه راه جاب 700 صوت، الناس جابوا 10,000 صوت الفوق. وفي مكناس مثلا يعني كان حزب تجمع الوطني الاحرار وكان المرشح ديال هذا الحزب، التجمع جاب 17,000 صوت، والحزب الاخر المعارض جاب 6,000. واخا القياده ديالو تتقول مثلا انه راه التجمع الوطني الاحرار عاونوا الاحزاب الاخرين، الواقع هو انه ترشح الاحرار عن الاغلبيه، وترشح هذا الحزب على المعارضه، الأغلبية جابت 17,000 والمعارضة جابت 16,000، الفريق راه شاسع. مديونة هذا الحزب هذا ما ترشحش بكما تيقول القيادة ديالو، لأنه واحد المسؤول اللي كان عندهم تما ما تلاش بغى يترشح، وكأن الحزب توا يعني عنده شخص واحد، والحقيقة أنه ما ترشحش لأنه كانوا عارفين تكون عندهم هزيمة نكرة. بالأخير هذه النتيجة تتبين أنه المغاربة عندهم مازال ثقة في هذه الحكومة، المغاربة مقلقين من الغلاء، المغاربة باغيين أن هذا الغلاء يحيد، وباغيين يمارسوا ضغط على الحكومة باش دير تزيد في المجهود ديالها لتخفيف من هذا الغلاء، وهذا حق ديال المواطنين وحق مشروع، وكلنا كنحسوا به في جميع كل واحد في المستوى ديالو راه تيحس به، ولكن كذلك المغاربة عندهم وعي، عارفين بلي راه اليوم كاينه حكومه اللي بغات تصلح دايره مجهود ديالها باش تخفف من هاد الاكراهات هادو، ولكن بالخصوص كذلك بغات تصلح الاشياء اللي هي اساسيه اللي كان خصها تصلح، هذه عقود وما عمرها تصلحات. واليوم هاد الظرفيه هذه بالاراده ديال صاحب جلاله اللي تعاود اكد على شو اكد عليه في الخطاب ديال العرش الاخير، هاد الاصلاح ديال منظومه الصحه ومنظومه التعليم وتشجيع الاستثمار ميثاق الاستثمار غادي يعطينا مغرب اخر، اللي كذلك غيكون فيه تمكين المراه اقتصاديا واعطاء ديالها للحقوق ديالها، هذاك يكون عندنا مغرب اخر اللي كنطلب من المغاربه يتخيلوا ولو لدقيقه واحده، ملي غادي تهنى من المصاريف ديال السبيطارات اللي كتخسر اليوم على ولادك واللي كتخسرهم على فاميلك، لان ملي كيمرض شي حد من فاميلك ديالك تمشي تعاونو، ملي غتهنى من المصاريف ديال التعليم في المدارس الخصوصيه، ملي كنلقى انا عمال ديال 3000 درهم وكيمشيو كيديروا ولادهم في مدرسه ديال 300 ولا 400 ولا 500 ديال الدرهم، تنقول اللهم ان هذا منكر. من حق المغاربه تكون عندهم مدرسه عموميه جيده، ومن حق المغاربه يكون عندهم صحه جيده، ويمشي ديك الساعه للقطاع الخاص ولا القطاع العام، وانا عندي يعني اتصالات مع اطباء في القطاع الخاص اللي اكدوا لي انه لو مستعدين الناس اليوم اللي عندهم البطاقه دراميد ياخذوهم ويدوزوا عندهم، لو انه صندوق دراميد كان غيخلص لهم هذوك المصاريف ديال العلاجات ديالهم. فاحرى غدا ملي تكون عندك منظومه ديال الصحه متكامله وكيلعب فيها الدور ديال القطاع الخاص والقطاع العام التكامل، وتكون القطاع العام عنده واحد الجوده واطباء ديالو ما تلوش يقلبوا يمشيو يخدموا في القطاع الخاص على باش يحسنوا المدخول ديالهم، هذاك المدخول ديالهم غادي يحسنوا في القطاع العام لانه غيولي عنده اجره قاره ويكون عنده دخل اخر على حسب لي زاكت اللي كيدير. اليوم احنا مع الاخوان اللي معنا في الاغلبيه كنسيروا الحكومه، ولكن احنا راه واعيين بانه الهدف ماشي هو انك تكون في الحكومه، الهدف هو انك تنزل البرامج اللي التزمتي بهم
مع المواطنين. حقيقة هاد الأشهر اللي فاتوا كاع المكونات ديال الحكومة انشغلوا كل واحد في المجال ديالو، لأن راه قال لك لكل داخلين ديجا رئيسة تدخل واحد الميدان خاصو الوقت فاش يتعرف عليه فاش يكتشفوا فاش يضبطوا، وبالخصوص فاش يخرج القوانين اللي غادي يخدم بهم. ابتداء من سبتمبر اللي جاي المغاربة غادي يبداو يشوفوا النتائج ديال هذا العمل، اولا بعد على المنظومة ديال الصحة غادي يبدا يبان لهم، لان غيكون التعميم والسنة الموالية مباشرة غيكون التعميم ديال التعويضات العائلية، المغاربة غادي يبداو يحسوا بها. الحكومة غادي خصها انها بطبيعة الحال طور من التواصل ديالها مع المواطنين. اليوم كاين تواصل، كاين تواصل في النهاية ديال كل اجتماع حكومي بواسطة ديال الناطق الرسمي سي بيتاس، وكاين كذلك عن طريق السيد رئيس الحكومة في سميتو اللقاءات ديالو الشهرية في الجلسات الشهرية في الغرفة الأولى والغرفة الثانية. للأسف هاد جوج اللقاءات كيجيو في التلفزة في واحد الوقت اللي المغاربة خدامين ولا مشاغلين بأشياء أخرى، غادي خصها تلقى قنوات أخرى للحكومة باش تنعتقد تبلغ الإنجازات اللي كدير، لأن إنجازات كبيرة جدا دارت وغتدار مازال كذلك. ولكن اللي تهمني هو على المستوى الحزبي، هاد الأحزاب الثلاثة اليوم اللي في الحكومة واللي متضامنة، بدليل أنه راه إلى رجعت للحكومة السابقة راه ما كاينش حكومة اللي دوزت 3 شهور ومازال الأغلبية كتلاقى وكتناقش وكتفق علاش اللي غادي دير، وكيكون تضامن وراك شتي مرة تيخرج وزير من هذا الحزب هذا وكيدافع على العمل ديال الحزب الآخر. هذا الشيء كله غادي يخص أنه هاد الأحزاب اليوم تعاود ترجع للميدان بقوة وتشتغل في الميدان بقوة، يعني تقوي الحضور ديالها أكثر وتجدد الحضور ديالها في التواصل مع المواطنين. وفي هذا الإطار هذا أنا نقول في على مستوى ديال الحزب التجمع الوطني في الجهة ديال سوس مسا مثلا، راه كان فيها واحد التغيير ديال الموسيق الجهوي. اليوم كاين موسيق جديد شاب سي كريم الشنقلي اللي غادي يعطي واحد الدفعة ديناميكية أخرى للعمل ديال الحزب عبر تجديد ديال الهياكل ديال كاع القطاعات الموازيه في الجهه، والاشتغال ديالها بالامكانيات اللي خص يكون عندها وبالتاطير اللي خص يكون عندها، باش جميع القطاعات بدون استثناء من شبيبه من مراه من تجار من محامين على مستوى ديال الجهه يكون واحد القرب من المواطنين باش نشرحوا هاد الانجازات اللي كتدير الحكومه، لان القنوات الرسميه ما كافياش، خاص القنوات الشعبيه القنوات الحزبيه حتى هي أنها تشتغل. وأنا متأكد أنه غادي يكون عمل كبير إن شاء الله في الأشهر الجاية. خديت المنطقة سوس جهة سوس كمثال، وأنا متأكد أن المناطق الأخرى غادي تكون هي كذلك، ومتأكد أن الأحزاب الأخرى كلها راها غادية في هذاك الاتجاه.